هالقلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تجمعنا لدروب نرضى واحنا بالقسمة ننسى وقع العيوب وتدوم علينا النعمة مهما الدنيا قسى شايف يا مادك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشد تعود البسمة مهما الدنيا قسى شايف يا ماتك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشدة تعود البسمة ما ناس ما الدنيا مشى كان في حياتها مشتاقة اللقمة عند ربي دخلت جنات بنت الخير يا لو كان بالكلمة مشاهدينا وفي قناة شروق نيوز مرحبا بكم في عدد جديد من التجربة الاجتماعية ما تخطيش رأسي. الطلاق أبغض الحلال وأصعب إحساس هو حرمان الوالدين من الأبناء. كيفاش راح تكون ردة فعل الجزائريين لو شافوا رجل يترجى طليقته باش يشوف بنته؟ شوفوا معنا. أمين وربيعة ممثلين في حلقة اليوم وطلبنا منهم يؤدوا دور راجل محروم من بنته بسبب تعنت طليقته اللي رفض انه يشوفها رغم الحاحه الشديده. وتهب نشوف طفله يا مرا يهديك ربي ما عطاكش تشوف الطفله في الاحلام ربي يا مرا يهديك ربي اني نهضر معاك واش تحقها عطيني نشوف الطفله ما نعطيها لكش ما تشوفهاش ما تتبعنيش اللي بيناتنا كمل ربي وكيلك قسما بالله غير ربي وكيلك ربي وكيلي ما تشوفش طفله عطيني الطفله عطيني نشوف بنتي في الاحلام شوف بنتي في الاحلام راني نقول لك ما تشوفهاش ربي وكيلك ايه راح والله غير ربي وكيلك راح ربي وكيلك راح بنتي هذه بنتي اعطيني ايه بنتي بلي بنتك ايه على بالي اللي بيناتنا صاي انتهى صاي كمل ما كانش ما تشوفهاش قلبك حجر ايه قلبي حجر قلبي حجر صاي ما تشوفهاش زيد اخونا اختي درت بهدل طيب جازيك ولا تعطيني بنتي نشوفها مسمومه ما حبش تعطيني بنتي يا اخو ما نعطيها لكش غير سي با لا بنت الله يجازي قول لها تعطيني بنتي بنتي عما شتاش الحاج عما تبنتي هكت وكل عليك ربي كتبتي غير وكل عليك ربي ما تشوفهاش الحضانه ليا خلاص ما تشوفهاش عما شفتش بنتي عام قسما بالله غير عام انت كنت تلقت انت وياها انت تلقت ما جينا هي ترى عليك شعاع ترى نهضر معاك انا صرات ليها كيما انت بصح اعطاني دروا باش نشوفها ما خلاونيش نشوفها ماشي هو هي اللي تخلي والله غير هي يا عمو ما تشوفهاش في الاحلام حوش تفهم قسما بالله غير هي يا عمو قسما بالله غير هي يا اخو بنتي عندي عام ما شفتهاش والله قسما بالله ما خلوني نشوفها قسما بالله ما خلتني هي تشوفها يا اخو علاش معايا خويا انت ما تشوفهاش يا اخو انت ما تشوفهاش نهضروا مع اختنا هذه ثاني اختنا وانت اخونا انا ما دابين ندخل يا اختي العواشي راه مجالي يشوفها ما فيها والو يا اختي العواشي راه مجالي يشوفها ما فيها والو حالة امين وعلامات التاثر خلات الحاضرين يلتفوا حوله في محاولة اقناع طليقته بالعدول عن تصرفها حرام عليك قسما بالله غير حرام عليك والله يا اخي مات من ان شاء الله ما نشوفهاش ما يفوت جي دي سي دي خلاص ماشي هو ولا قانوني على السم على لا يا خويا بالعقل ما تقلقش يا خويا ما تقلقش يا خويا ما تقلقش المشكل عنده حل في الدنيا هذه داكور راكم في زوج كبار نساء غير تفهموا في زوج مسلمين لا طلاق يسرى يسرى طلاق راح يسرى يسرى كيما انت عندك الحق انك تحضني وليدك كيما هو عنده الحق تحضن وليدك دوكا واحد لازم يكون صاج وعاقل في راسه الا تعرفي ربي نقدر نهضر معك الا ما تعرفيش ربي ما نقدرش نهضر معك
الى تعرفي ربي نقدر نهضر معاك، الى ما تعرفيش ربي ما تقدرش نهضر معاك. دموع الاشتياق اللي طيحهم امين قاست الجميع وزادت من ثبات الموجودين بضرورة عودة الحق لصاحبه والطفلة الباباها بأي شكل من الأشكال. دخلت شو بيني تعرفي ربي سبحانه يا بنتي نحبها والله غير نحبها. معليش ما كانش مشكل قلبها قاسي، مدام خلينا قلبها قاسي على رجلها مش على وليدها. على بالي قالت لي الطفلة ما تشوفهاش، نذكر فيك وما تشوفش الطفلة يا ما تشوفهاش خلاص. سعلات انا وجدر دوكا عندك قابلية انا نلقى حل ولا ما عندك؟ ما كان تحل خلاص هدرت معاه ما يزيدش تبعني برا قدام الناس. عطيني بنتي انا مانيش تبع فيك، عطيني بنتي نشوف بنتي برك. معليش 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 ما كان حتى مشكل. انا شفتك حنا نهضروا سيريك شو انت ما كنتش شفتينا كامل سيده ويبكي داكور ما تسقيش باسكو لا ندوش عليك الناس. انا في وقت كاين انا نهضر معاها بالعقل قاعده تعيط يا خو جابت بيا الناس يا خو. ما كاش مشكل ما تعيط باك الحرقه اللي في قلبي. معليش معليش هذيك كيما تصرى لك وكيما تصرى لك الناس كيما تصرى هذا البروبليم. شوفي مدام صاصبيت صرا الخو باباك بالك انت راكي ميكويا من بكري دوكا حد فونجي في بنتك ماشي فيه هو. ما نعطيش بنتي يشوفها ما نعطيش. علاش هكذا وزع قانوني وزع ديني عقائدي كل قانوني لا ديني لا عقائدي هكذا جي ديسيدي قررت ما يشوفهاش. خلينا منه معليش انسايا قنعيني انا قنعيني انا هكذا توليت في سكارة تاع انسا. ايه سكارة تاع انسا سمومة قسما بالله غنوكل ربي قسما بالله غنوكل ربي. قولها اخونا نورمال يا اخو ما تبكيش نورمال. ايه تحلالي خليه تعبي. لا يا اخي لا يا اخي الارض معناتها على راجل غير غاليه يا اخي والله يا اخي. معليش هضرنا معك شغل. معليش خويا ما تبكيش يا اخو. تبكيش يا اخو ودوك تجي دوك يجيو احباباتي انا هنا دي في الفام منهم دي زابوكات ما راحش يقولوا الله انا ماشي عليها بنتي برك لا لا انتم عيوا الراس بصح هو جي دي سيدي ما يشوفهاش خلاص قدام الدار ما يقول لك خرجوها لي شي يديروا فيا سكاره الزنقه الصائي. علاش ما تبعهاش على جال بنتي؟ معليش يا اخونا يا اخونا انت اخويا ايش انا هو يشوف تبرت ودي تاع معليش يا اخو معليش بصح يا اخو هضروا معاه الله يجازيك على ما تشوفش بنتي الحاج. لا انا يصرى لي هكذا نقعد نتبهدل يا اخو. خلاص اللي كان بيناتنا انتهى انتهى الامر. ربي انتهى بيناتنا. انا خدامه مني نحقوك يا اخو شوف خدامه. ربي رحتوا لشرع خلاص كل شيء كمل بيناتنا. رحتوا دار شرع؟ ايه رحنا وخلاص. هنايا وصلنا للوقت المناسب باش نبينوا للجميع أن الشي اللي شافوه موقف من تجربة اجتماعية حاولنا من خلالها قياس ردات فعل الجزائريين في حال تصادفوا مع موقف مشابه وتيقنا أنه مازال الخير في قلوبنا. لازم واحد تجري يكون واسطة خير. حنا المشكل تاعنا كاع كسوة فورا مشاكل عائليه ولا مشاكل اقتصاديه ولا سياسيه ولا مجتمعيه ولا حتى رياضيه ديفه ولا ثقافيه. ما عندناش واحد رزين، ما عندناش واحد عاقل، ما عندناش واحد يوزن، ما عندناش واحد يكون محضر خير. انا بار برينسيب في حياتي ولا في ويراني ولا وين الناس اللي تعرفني ولا تخدم توجور يكون واحد محضر خير ويكون رزين وعاقل. هذا واش حبيت ندير انا ما حبيت ندير والو. توجور واحد يخلي تكون كاين صله الرحم حتى ابغض الشيء عند الله هو طلاق نورمالمون. واحد يكون وسيط وخلاص هذا ما كان واحد لوجه الله. انا اشتري راجل خونا اشتري راجل يبكي شغل هو اللي حق راجل اللي يبكي وانت تشوف شغل ما واعر شي سيد ما يجي يبكي على حاجه واعره يبكي على وليدو على ولادو. هذا ما كان شغل على بيض دخلت انا هذا واش باسكو احنا المشاكل كاين في المجتمع عندنا وهاد المشاكل كثروا بزاف عندنا في المجتمع. انا مش مادا بينا شغل كيكونوا هكذا زوج ولا دي كوبلا هكذا ولا هذا بينا يكونوا في الدار ولا العائله ديالهم ولا عباده هكذايا يتقدموا اسماء للصلح. صحه رمضانكم رمضان مبارك للناس الناس كامل والمجتمع الجزائري ولا الشعب الجزائري والامه الاسلاميه وان شاء الله نروحوا لاحسن. هذا ما اخويا احنا نقولوا كاع الشعب المسلم صحه رمضانكم إن شاء الله تصحوا وتصوموا في الصحة والهنا والسلام عليكم.
لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة والقسوة الذوب وتغلب عليها الرحمة.